استسلم دكتور عاصم سيف، هيقول لنا وول اوف سيتا جلابتين سبيشال بوبوليشن. صباح الخير. شكرا جزيلا دكتور اشرف، سعيد بوجودي مع الاستاذ الدكتور شريف، دكتور ايمان، دكتور سيد. انما احنا نتكلم على يعني جزء بقى من المرضى اللي هم احنا بنشوفهم كتير في العيادات، لكن يمكن يبقى لهم وضع خاص محتاجين حذر يعني شويه في التعامل مع المريض. هو جاي من عند الدكتوره رشا، من ده فورمر بوليس اوفيسر، كان بيتعالج عندهم يعني في المستشفى، بس عنده 70 سنه. و70 سنه ما يعتبرش كبير ولا حاجه، بس يعني بتصنف الدرلي. وانا اشتغلت في انجلترا، فكنا بنعتبر اللي هم الجيرياتريك وورد ما يدخلش فيه حد اقل من 80 سنه، فكان اقل من 80 ده ما بيعتبرش جيرياتريك. انما ديفنتلي اللي وصل لسن ال 70 ولازم يبقى له يعني معامله خاصه في العلاج، وخصوصا طبعا حسب الظروف في البلاد، مثلا الحر اللي احنا بنقلق من انه حاجه تكون هتزود ديهايدريشن تدخله في كومبليكيشنز. الحاجه الثانيه البي ام اي 25.4، فده المريض ده مش اوبيز وبقاله 10 سنين دايابيتك، فلازم تتحط في الاعتبار. بياخد جليكلازايد وميتفورمين. جليكلازايد هنا كسلفونايلوريا لازم طبعا نبقى فيه اعتبار، لانه ده لونج اكتنج يعني انسولين ستيميليتور، واحنا بنشوف حالات كتيره من الهايبوجلايسيميا. مش العيب في السلفونايلوريا، لكن ممكن يكون ده مش المناسب لبعض المرضى، او الدوز. احيانا مثلا مريض زي ده الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 8.3، واول ما واحد يشوفه يلاقيه بياخد جليكلازايد يقوم يدبل الدوز او يزود الدوز، ومش حاطط في اعتباره مثلا انه في سن معين في ظروف معينه ممكن يبقى هعمل جود جلايسيميك كنترول بان انا ازود السلفونايلوريا بس على حساب هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا مش لازم تظهر فرانك، في مرضى كتير بياخدوا اللونج اكتنج سلفونايلوريا الصبح ويجوا على الظهر كده يجي لهم ديزنس وهيدك، حاجات كتير. انا بشوف الهايبوجلايسيميا بريزنتنج بحاجات كتير، اللي بيجي له كوابيس وهو نايم، اللي بيحس انه تركيزه اقل ابتدى ينسى اكتر. فبالتالي كوني انا اعمل جود جلايسيميك كنترول على حساب هايبوجلايسيميا وعلى حساب سايد افكتس، ده مش مقبول. احنا بنسميه افيكاسي without compromising safety. هنا الكيدني فانكشنز اوكي، وده شايفين الليبيد بانل والليفر انزيمز. يبقى قدامنا مريض عنده 70 سنه انكنترولد على رغم انه بياخد سلفونايلوريا وميتفورمين، ايه اللي احنا ممكن نفكر فيه؟ هنلاحظ ان المرضى دولت بيبقوا عندهم بولي فارماسي، بياخدوا ادويه كتيره، فبالتالي لازم احط في الاعتبار الكلام ده. عندهم فيزيتس كتيره، بحاول انا سمبليفاي التريتمنت عشان اضمن الكومبلاينس. برضه هنا التشالنج اوف مانجينج اولدر ادلتس، حاجات كتيره جدا، الانتر اكشن بين الميديكيشنز، الكو اكزيستنج النس، احتمالات انه جاله هايبوجلايسيميا ممكن تبقى كومبليكيتد بفراكتشرز، الكوجنيتيف امبيرمنت زي ما انا قلت في السن الكبير بتبان اكتر الهايبوجلايسيميا بتاثر على الكوجنيتيف فانكشنز، احتمال ان يجي له هايبوفوليميا من الدواء، ايوري انكونتيننس، كل الكلام ده لازم يتحط في الاعتبار. فبالتالي كونسنسس في علاج الالدرلي ويست تايب 2 دايابيتس هو ان انا اعمل ايه؟ احاول اوصل لجلايسيميك كنترول ريزنبل، وزي ما هنتكلم، بس بدون ما اعوضه الى ريسك. والريسك هنا الهايبوجلايسيميا از ا ميجور ريسك في الالدرلي بوبيوليشن. وتو افويد اوفر تريتمنت، واحاول دي انتنسيفاي اسمبليفاي تريتمنت ريجيمن ودي انتنسيفاي. انا بشوف مثلا مرضى يبقوا كبار في السن قوي ومع ذلك واخدين يعني تايت او انتنسيف كنترول تايت تريتمنت، بحيث انه وصل لانه هيموجلوبين اي 1 سي ينزل من 8 يبقى 5.8. ده مش التارجت بتاعه خالص، يعني مريض عنده مثلا 75 او 80 سنه، انا مش عايز اوصله ل 5.8. وتلاقي المريض احيانا يزعل انه لما حصل دي انتنسيفيكيشن للعلاج فبقى 6.5، يقول ده انا كنت 5.8 بقيت. ايوه، ما هو انت التارجت بتاعك ما كانش 5.8، فبالتالي 5.8 يعني a very tight target بالنسبة لمريض معين. في واحد تاني بالنسبة له 6 أو 6.5، ده هيبقى target. في واحدة صغيرة في السن عايزة تبقى pregnant، التارجت بتاعها ممكن يبقى 6، لكن في واحد عنده 80 سنة التارجت بتاعه ما هوش 6. فبالتالي لازم أنا أفصل التارجت، وده اللي احنا بنقوله في الأول زي ما هنتكلم، إنه أنا لازم أوصل للمريض التارجت بتاعك كام عشان هو يبقى عارف هو بيتحرك في أي اتجاه. وده بيتحط في الاعتبار كل الفاكتورز دي، الاذر ديزيزز، كوموربيديتيز،
اللايف اكسبكتنسي ديز ديوريشن، كل الكلام ده بيتحط في الاعتبار وانا بفصل التارجت وعلى اساسه بفصل العلاج للمريض. وباختصار احنا نقدر نقسمه الى مريض عنده جود هيلث، يعني ما عندوش كرونيك كونديشنز اكتر من اثنين، في مريض عنده اكتر من ثلاثه او اكتر كرونيك كونديشنز، او مريض عنده مالتيبل كرونيك كونديشنز او اند ستيج ميديكال كونديشن، وده بيغير لي التارجت. في مريض انا عايزه التارجت يبقى اقل من 7.5 7 او اقل، في مريض ممكن اسمح بان التارجت قد يصل الى 8. مثلا مريض عنده 85 سنه وجاله سيربو فاسكولار ستوك، ما يمكنش ابدا ان انا اديله علاج للدايابيتس عشان اوصله الى 5.8 او 6، لانه الريسك هنا اوف هايبوغلايسيميا والكومبليكيشن بتاعتها اكبر بكتير جدا من اي بنفيت انا هستفيده من التايت جلايسيميك كنترول. ودي بعض الليميتيشنز مثلا على استعمال اس جي ال تي 2 انهبيتورز اللي هي ممتازه جدا وانا اتكلمت عنها امبارح في المؤتمر، ولكن في المرضى الكبار في السن اللي عندهم ساركوبينيا، اللي مثلا الماسل ماس ابتدت تقل، اللي عندهم ريكارنت يورين تراكت انفكشنز بالذات في الفيميلز اللي بيبقوا كبار في السن عندهم مثلا ريكارنت فاجينال او بكتيريال يورين تراكت انفكشن، اللي عندهم انكريست يورينيشن زي المرضى اللي برضه الميلز اللي مثلا كبار في السن وعندهم بروستاتيك بروبلمز بيبقى دي مشكله بالنسبه له. بعض المرضى اللي ممكن يجي لهم هايبوتنشن او بياخد انتي هايبوتنسيف او ممكن الديهايدريشن يبقى خطر بالنسبه له، فكل الحاجات دي بتتحط في الاعتبار وانا بدي للالدرلي بوبيليشن علاج للسكر. التارجت ايه وايه النوع العلاج اللي هيوصلني للتارجت ده، وبرضه دايما بفكركم بافيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي، لانه سيفتي كومز فيرست وبالذات في السبيشال كونديشن زي الالدرلي بوبيليشن. يبقى انا عايز اوصل في المرضى اللي هم elderly الى يعني نتائج comparable لأother medications ولي الـ younger population، ولكن عايز حاجة ما يكونش فيها dose adjustment كتير، اعمل de-intensification للعلاج اذا كنت وصلت الى tight control وانا مش محتاجه، واحاول ابعد عن الcomplications على قدر الامكان. وده مثل بقى اللي هو الستريم ستادي للإفيكاسي اند سيفتي اوف سيتاجليبتين ان اولدر بوبليشن ويز مودريتلي كنترول تايب 2 دايابيتس، اللي هو زي المريض بتاعنا. برضه بنبص دايما على الانكلوجن كرايتيريا في اي ستادي، دول مرضى تايب 2 دايابيتس سنهم فوق ال 65 والهيموجلوبين اي 1 سي بتاعهم 7.4 لحد 10.4، يعني ان كنترول مودريتلي ان كنترول، خدوا سيتاجليبتين مقارنة بال other medications، وانا عايز اشوف تاثيره على الهيموجلوبين اي 1 سي والفاستنج بلاد جلوكوز والبودي ويت والافيكاسي والسيفتي. برضه باختصار هنلاحظ انه في افيكاسي الفاستنج بلاد جلوكوز نزل بوضوح اللي هو الخط الكيرف الازرق، في نتيجه كويسه في الفاستنج بلاد جلوكوز as compared to baseline significant improvement، ولكن في الهيموجلوبين اي 1 سي كان هنا في امبروفمنت ايوه ولكنه يمكن نون سيجنيفيكانت. يبقى انا اقدر احقق تارجت في الاولدر بوبيليشن بالسيتاجليبتين كدي بي بي 4 انهبيتور، يعني بيحقق افيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي، ودي بالمقارنه باذر ميديكيشنز بتبقى سيجنيفيكانت، بس بشرط ان انا احط في اعتباري انه برضه مش هيعمل معجزات. الدكتور خالد اشار للحكايه دي ويمكن هو وفر عليها كتير قوي، لان حاجات كتير من اللي قالها هتسهل اللي انا بقوله. هو انه انا هضيفه مع العلاج، دي احد مزايا دي بي بي 4 انهبيتورز، ان انا اقدر اضيفه مع اي ميديكيشن باستثناء الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. فبالتالي المريض لو بياخد سلفونايلويا وميتفورمين ومش كنترولد، انا ممكن اقلل دوز السلفونايلويا واضيف معاها الدي بي بي 4، اضيف السيتاجليبتين اوصل للتارجت، او ما احتاجش ان انا ازود السلفونايلويا عشان اوصل للتارجت، انما اضيف معاه سيتاجليبتين او دي بي بي 4 انهبيتور. فبالتالي ابقى وصلت للافيكاسي المطلوبه بكومبينيشن ثيرابي بدون ما اعوض المريض لهايبوغلايسيميا. وهنا هنلاحظ انه ده نفس الكلام الستريم ستادي، الجدول بيبين انه الهيموجلوبين اي 1 سي ايوه نزل بشكل معقول اللي هو 0.5 0.6، ولكن ده لوحده قد لا يكون كافي في مريض الهيموجلوبين اي 1 سي 8.5، فبالتالي ده هيبقى ان كومبينيشن مع اذر ميديكيشن. الحاجه المهمه ان ده مش على حساب هايبوغلايسيميا ولا على حساب ويت جين، دي نقطة مهمة جدا ان هو ويت نيوترال، ويمكن الدكتور خالد اشار للحكاية دي. حتى لو ما قدرتش اقلل الوزن، هنا نلاحظ ان الوزن مع السيتاجليبتين اقل حاجة نون سيجنيفيكانت، ولكن المهم ان الوزن ما يزيدش، لان انا مش عايز المريضة وزنه يزيد ويحصل له اي
مشاكل من زيادة الوزن. يبقى نقدر أحقق efficacy without compromising safety in combination مع other medications بصورة أن أنا أوصل لي logic target, reasonable target في ال elderly population. وده نفس الكلام اللي بيقول أنه ال adverse events كانت non significant في المرضى اللي خدوا ال elderly population اللي خدوا الستاجليبتين. بيبقى اذا زي ما الستريم ستادي بينت انه الستاجليبتين تريتمنت effectively improves the glycemic profile without any serious any significant serious side effects. طب what about cardiovascular safety؟ برضه احنا لو نفتكر ان الكارديوفاسكولار اوتكم ترايلز اللي كانت عملت بعد مشكله الريزوجليتازون في 2008 كانت هدفها انها تبقى نون انفيريورتي. اي دواء انا عايز دواء جديد في علاج الدايبيتس الاف دي اي عايزه تتاكد قبل ما تدي ابروفال انه الدواء ده ما بيزودش الكارديوفاسكولار كومبليكيشن او كارديوفاسكولار ريسك اللي هي ايه؟ اللي هي cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke, اللي هو الميجور ادفيرس كارديوفاسكولار ايفنت. فالكارديوفاسكولار اوتكم ترايلز كانت non-inferiority, مش مقصود بيها superiority, مقصود بيها اتاكد ان الدواء is safe. فانا اول حاجه بعملها في اي مريض بشوفه ان انا بعمل assessment للcomplications. هل المريض عنده atherosclerotic cardiovascular disease؟ هل عنده high risk of atherosclerotic cardiovascular disease؟ هل عنده heart failure؟ هل عنده CKD؟ هل عنده ريسك اوف كومبليكيشنز او سايد افكتس للادويه زي الهايبوغلايسيميا ريسك ولا لا؟ وبعدين بتنقل للجول سيتنج اللي على الاساس ده سن المريض وحالته. دي بتحتاج ان انا اوصله الى هيموجلوبين A1C تارجت كذا 7.5 او 8 او 7. بوضح للمريض الكلام ده ونفس الكلام في التارجتس في البلاد بريشر والديسلايبيديميا. وبعدين ابتدي في الكولم العالمين ثيرابيوتيك تريتمنت بلان, اعمل لايف ستايل مانجمنت وابتدي اعمل كارديو ميتابوليك بروتكشن. بس برضو افتكر دايما انا عايز اوصل للتارجت ده من غير كومبليكيشنز على قدر الامكان, احقق الافيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي. وده اللي بيوصلنا للنيو يوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي السكور سيستم الجديد اللي اسمه سكور 2. ده نقدر ننزله, انا برضه اتكلمت عنه امبارح, نقدر ننزله من يعني على الموبايل وبقدر ادخل عليه الداتا بتاعه المريض, اقدر اطلع منها الريسك اوف ذا بيشنت, هل هو ده مودريت ريسك ولا هاي ريسك ولا فيري هاي ريسك, وعلى اساسها بقدر ان انا احدد العلاج بتاعه واقول ايه الادويه اللي انا عايز اديها. هل فعلا المريض ده فيري هاي ريسك؟ هل لازم انا ادخل مثلا نيور ميديكيشنز علشان اقلل الكارديوفاسكولار ريسك وعمل كارديوفاسكولار بروتكشن؟ ومين من الادويه دي انا ممكن اكومباين مع سيفر ميديكيشن؟ يعني مثلا في مرضى بياخدوا اس جي ال تي 2 انهبيتور مع دي بي بي 4 انهبيتور, فبالتالي ده بيديله كارديوفاسكولار بروتكشن وفي نفس الوقت يساعد على الجلايسيميك كنترول ويزود ذا ريسك اوف هايبوجلايسيميا فور اكزامبل. وبرضه يمكن الدكتور خالد اشار للنقطه دي انه الجلايسيميك كنترول بقى هو الكورنر ستون. ليه؟ لان انا عشان اوصل المريض للكارديوفاسكولار بروتكشن انا محتاج ان انا اعمل جود جلايسيميك كنترول. مش لازم يبقى تايت لانه التايت ده في ناس معينين, ولكن جود جلايسيميك مانجمنت هي الاساس, يضاف اليها بقى الهوليستيك ابروتش في الهايبرتنشن والديسلايبيديميا والويت مانجمنت وكل الكلام. وده اللي قالته لنا اليو كي بي دي اس ستادي في الفولو اب بتاعها. بعد 44 سنه تاكدنا ان الايرلي انتنسيف بلاد جلوكوز كنترول, وده اللي اشار اليه الاستاذ دكتور شريف حافظ, انه بنقلل الكارديوفاسكولار ريسك ب 26%. يعني انا لما اعمل جود كنترول ايرلي ايا كان اللي انا هستعمله بقى في الجود كنترول, وفي اليو كي بي دي اس كان بيستعمل سمبل اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشنز يعني ميتفورمين وسلفونيل وياز مع الانسولين. المهم ان انا يبقى الانتنسيف كنترول التايت كنترول في المجموعه اللي تحتاج تايت كنترول والجود جلايسيميك كنترول اللي احنا بنسميه تريت تو تارجت از ايرلي از بوسيبل. اوصل للتارجت اللي انا حددته المناسب للمريض از ايرلي از بوسيبل. ده اللي بينت اليو كي بي دي اس انه على المدى الطويل بيقلل الفاسكولار كومبليكيشنز علشان الليجاسي الهايبوجلايسيميك ليجاسي اللي بتبقى عند المرض. فالاساس is good glycemic control target oriented وبدري as early as possible. وده اللي بان في الميتا اناليسيز او الميتا ريجريشن اناليسيز ده ل 18 ستادي, انه الستاديز دي كان بيستعمل فيها دي بي بي 4 جي ال بي 1 والاس جي ال تي 2 انهبيتورز. يعني وصلنا للتارجت بمختلف الميديكيشنز, ولكن في النهايه انه تقليل الهيموجلوبين اي 1 سي 1% هيقلل الميجور ادفيرس كارديوفاسكولار ايفنتس.
باذن الكارديو فاسكولار بروتكشن اول نقطه في تحقيقه وكورنر ستون في تحقيقه هو الجود جلايسيميك كنترول. وبرضه بفكركم تاني ان احنا هدفنا دايما تريد تو تارجت از ايرلي اس بوسيبل، نوصل للتارجت از ايرلي اس بوسيبل اند مينتين الجلايسيميك كنترول في التارجت ده، بشرط ان احنا نحقق افيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي. وده اللي يمكن قالته التيكوس ستادي اللي هي الكارديو فاسكولار اوت كام ترايل اللي كانت عملت على الستا جليبتين، اللي بفكركم برضو انها كانت نون انفيريوريتي ترايل، مقصود بيها ان تبين ان الستا جليبتين ما بيزودش الكارديو فاسكولار ريسك ان كومباريزون للكومباريتورز للتريتمنت. وبرضو بفكركم بالانكلوجن كرايتيريا، المرضى كانوا فوق ال 50 وكانوا 100% منهم عندهم استابلشد كارديو فاسكولار ديزيز، يعني فيري هاي ريسك بيشنتس لان يحصل لهم فاسكولار complications، والهيموجلوبين A1C من 6.5 ل 8 يعني كانوا moderately uncontrolled. فبالتالي دول مرضى very high risk، وانا بشوف هل السيتاجليبتين ممكن ان هو يزود الكارديوفاسكولار ريسك فيهم ولا لا، عن طريق ان انا اشوف الميجور ادفيرس كارديوفاسكولار ايفنت، هل بيزود الكارديوفاسكولار ديث نون فيتال مايوكاردال انفاركشن نون فيتال ستروك ولا لا. وادي النتائج اهي باختصار، انه لو بصينا على رقم واحد بس اللي هو الهازارد ريشيو، الهازارد ريشيو هنا كام؟ 0.98. هازارد ريشيو واحد يعني زي الكومباراتور، اقل من الواحد يعني افضل، هنا 0.98 يعني 2% اقل، يعني كانه قال الريسك 2%، ولكن ده كان نون سيجنيفيكانت. بس المهم هنا انه كان نون انفيريور، ما بيزودش الكارديوفاسكولار ريسك. لو بصينا بقى على حاجه مهمه اللي هي الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير، وانا برضه اتكلمت على الحكايه دي امبارح، انه هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير از نايت مير للمنظومه الصحيه كلها، بيكلف المنظومه الصحيه كتير، بيقلل الكواليتي اوف لايف للمريض ومشاكله كتير، فكل ما نقلله يبقى اكتر. هل السيتاجليبتين كان بيزود الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير؟ الاجابه لا، لانه الهازارد ريشيو هنا واحد. نقارنه بقى ويمكن دي اخر حاجه هتكلم عنها باذر دي بي بي 4 انهبيتورز اللي كان عليهم بعض الكلام في الكارديو فاسكولار اوت كام ترايلز. هنلاحظ مثلا الاكزامين في الالوجليبتين، هنبص برضه على رقم واحد اللي هو هازارد ريشيو 1.19، يعني معناها ايه؟ ان 19% زياده في ريسك، ولكن البلان بتاع الكارديو فاسكولار اوت كام ترايلز كان انه مقبول لحد 1.3 هازارد ريشيو، لحد 1.3 الدراج مقبول، من 1.3 ل 1.8 كان بيتعمل بوست ماركتنج ستاديز، واكثر من 1.8 الدواء ما بياخدش اي لايسنس. لو بصينا على السافور تيمي، انا بس عايز ايوه السلايد دي، السافور تيمي قالت ان الساكساجليبتين كان الهازارد ريشيو بتاعه 1.27، فده معناها انه هو بيزود الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير 27%، وده اللي خلى الساكساجليبتين عليه يمكن محاذير في استعماله، لانه ممكن يكون هيزود الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير في اي مريض ات ريسك اوف هارت فيلير ما بيستعملش الساكساجليبتين. فاذا قارنا الساكساجليبتين بالالوجليبتين والساكساجليبتين، هنلاحظ انه كارديو فاسكولار سيفتي وايز هو نيوترال اولموست، انه زيه زي الكومباراتورز، ما فيش اي زياده، وهو ده كان المطلوب في الكارديو فاسكولار اوتكم ترايلز اللي هو النون انفيريورتي. فهنا نقدر نقول ان السيتاجليبتين بيحقق لنا افيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي، وهو كمان نون انفيريور من ناحيه الكارديو فاسكولار اوتكم ترايل. استعماله في الالدرلي بوبيليشن از فيري جود، بيساعد نوصل للتارجت من غير ريسك اوف هايبوغلايسيميا، كان بي كومبايند وذ اني اذر ميديكيشن ابارت فروم جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. بعد ما نحدد التارجت المناسب في الالدرلي بوبيليشن، نقدر نستعمل السيتاجليبتين وذ اذر ميديكيشنز بحكمه عشان نوصل له، ما نبقاش قلقانين من زياده الوزن، زياده الهايبوغلايسيميا او اني كارديو فاسكولار ريسك. وده باختصار المقارنه يمكن بين الكارديو فاسكولار اوت كام ترايلز اللي اتعملت، واللي انا لخصت النتيجه بتاعتها في الكلام اللي قبل كده. فاحنا بنقوله تاني باختصار شديد، في الالدرلي بوبيليشن عايزين نوصل لافيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي، تريد تو ذا تيلر تارجت، بس تريد تو تارجت از ايرلي از بوسيبل، نوصل للتارجت في اقرب وقت وبدون اي ريسك اوف سايد افكتس او كومبليكيشن، اند مينتين الجلايسيميك كنترول على قد ما نقدر، لانه سستينابل جلايسيميك كنترول از ا كورنر ستون فور كارديو فاسكولار بروتكشن. ثانك يو.